في العطارين تسأل عنه تلاقي ليه محل صغير، هو اللي فاضل من الماضي من بعد ما الحال اتغير. لو التاريخ ينطق هيقول كان فيه هنا حكايات ياما وعمر تأثيرها ما هيزول وللأبد سايبة علامة. أستاذ حسين، أهلا بيك يا فندم. ميرسي إن أنت مستضيفنا النهاردة. أنتوا منورين اسكندرية كلها. الله يخليك، منورة بأهلها. ربنا يخليك يا فندم. بس أنت مش عم حسين ولا حاجة، أنت صغير يا حسين، أنا فاكراك. فاكراني من زمان؟ يمكن قدي، بس أنت شعرك أبيض. يعني عجزنا شوية يا فندم. مش قوي مش قوي مش قوي، بس أنا فاكرة من أيام الحج. أبويا فعلاً عم السيد. عم السيد. الله يرحمه. فأنت اسمك؟ أنا اسمي حسين السيد. وبتكتب أغاني يا حسين؟ أبويا سماني على اسم الكاتب الكبير حسين السيد، كان بيعمل المسلسلات وبيعمل الأغاني وكده. مظبوط. تمام. لكن أنت في العطارين من زمان قوي يا حسين. أنا مولود هنا وأبويا مولود هنا وأمي مولودة هنا، يعني بقالنا عمر تاني يعني. يعني المحل ده عندكم من زمان؟ المحل ده أبويا من سنين، يعني من الأربعينات يمكن. من الأربعينات. ابتدى إمتى يبقى فيه أنتيكات حلوة وكويسة في العطارين بحيث إن السوق قلب من العطارة للأنتيكات؟ بص يا فندم، هو الكلام ده حصل من الخمسينات لما ابتدوا الخواجات يمشوا من اسكندرية، سابوا متعلقاتهم وحاجتهم وكده. فلما سابوا الحاجات دي ابتدينا الناس تشتري ويفرشوا في الشوارع والحواري ويبيعوا للأولاد العرب الأجانب اللي كانوا بيجوا وبتاع. بعد كده ابتدت الدنيا تتطور، ابتدى من الفرش على الرصيف ياخدوا محلات انتيك ويبتدوا يفرشوا. ومشوا بقى بتوع العطاره وجم مكانهم. مش مشوا بتوع العطاره، هم دول لما دخلوا غطوا على دول، فاضطروا التانيين يهجروا نفسهم وراحوا المنشيه. بقى في سوق عطارين تاني في المنشيه بيشتغلوا فيه هناك. الدنيا بقى بتتطور، يعني احنا لغايه دلوقتي احنا في الألفين اهوت، الدنيا ابتدت يعني الانتيكس ابتدى يقل في العطارين. طبعا ابتدى غزو تاني، بقى الشغل الجديد هو اللي بيبقى موجود، وشغلنا ابتدى يقل والبضاعة ابتدت تقل، ما بقتش موجودة زي زمان طبعا. مين أشهر تجار العطارين يا عم؟ في كتير، يعني في عائلات، يعني في عائلات حبشي موجودة هنا من زمان، في عائلات عمر موجودة من زمان، في سوق العرابة جنب مننا هنا. أيوة، اللي هو سوق العرب أو الصعايدة. أيوة صح؟ أيوة. كان زمان بقى في فرق، يعني تعدي الشارع تلاقي الموبيليا المصري القديم. أيوة فندم. والفرنسي والإنجليزي هنا. هنا عندنا. صح؟ ولغاية دلوقتي برضو هم لسه محتفظين بكيانهم برضو ونفس الشغل، بيبيعوا برضو نفس الشغل الجديد لغاية دلوقتي، بيجوا لهم ناس من الأرياف بياخدوا ويفرشوا بيوتهم. في سوق البياصة جنب مننا. البياصة دي اللي هي زي لابياتسا، يعني أيوة اللي هي الميدان دي. يعني أيوة دي برضو. بصي حضرتك، يعني الشارع هنا كان أغلبه أجانب، يعني كان جيراننا ماريو وجيراننا مرقص وكده، ودول الخواجات الأرمن والجريج والفرنساويين اللي كانوا بيشتغلوا هنا. هم دول اللي علموكوا الصنعة يا عم. الله ينور عليك. الشغل الإسكندراني بيتميز بأن هو فيه رقة شوية وفيه دلع في الشغل شوية، ده الشغل الأمريكان الفرنساويين والإيطاليين اللي علموه للصناعية اللي قبلينا بكتير. يعني أنت محلك طول عمر عندكم نجف حلوة قوي قوي قوي. بنشتغل في كل أنواع النجف، النجف المصري القديم، بنشتغل في الشغل الفرنساوي، بنشتغل في النجف الإنجليزي الخشب، بيبقى فيه نجف خشب كده طالع منه دراعات حديد بنشتغل فيه. لسه في برونز فرنساوي؟ في، بس مش زي زمان. ولو حد كسر أوبالينا ولا كسر خرشوفة ممكن فندم يجي لك؟ ممكن. وتعرف بقى الخراشيف المفتوحه والخراشيف المقفوله. ايوه، في انواع كتير جدا منها، وفي ناس برضو زباينا وكده بيحبوا يجيبوا حاجه يصينوها ينضفوها يلمعوها. حسين، مع ان انت التجاره الاصليه في النجف. تمام. عندك خلفيه عن الموبيليا صح؟ طبعا، عندنا شغل بيبقى لوي كانز فرنساوي ولوي سيز ولوي كاتورز، في الشغل كمان الانجليزي وفي الامبير برضو فرنساوي وانا بعشقه. أمبير يعني جميل. طبعا يعني تمثيله وشغله كده. زمان يا حسين، او لما انا اتجوزت او لما اخويا الكبير اتجوز، كان لازم حتى لو الناس هتفرش مودرن لازم السفره تبقى ستيل. تمام. فكنا ننزل عطارين ندور بقى على سفره امبير، سفره انجليزي، ارديكو لو حظك كويس قوي. صحيح. لسه في حاجات؟ في، بس بقت نوادر. يعني الحاجات اللي هي اغلب شغلنا القديم طلع بره، سافر بره مصر. سافر يعني ما فيش حاجه من الحاجات النوادر الحلوه اللي انت كنت تعشقيها زمان موجوده بقى خلاص، كله بياخدوا. الاجانب سفر. كانوا بيجوا ولغايه النهارده يعني السفراء والوزراء وكده بينزلوا العطارين بياخدوا وياخدوا الحاجه. فابتدى الشغل يقل، ما بقاش زي زمان، قل خالص يعني.
بس في زبون. هل السوق انت حاسس ان انت ممكن تستمر في التجاره دي؟ المهنه ابتدت تنقرض طبعا، محلات الانتيكس قلت جدا، ما بقيناش كتير زي الاول، البضاعه قلت، ولادنا ما بقوش بيحبوا يشتغلوا في ال. انت ولادك مش بيحبوا يحصل. عندي كريم وعندي خالد، عندي كريم في لسانس حقوق السنه دي، وعندي خالد في كليه التربيه الرياضيه، مش بيحب. بيحبوا الحاجه بس ما يحبوش يشتغلوا. من كام سنه جيت اخر مره عرفت دلوقتي ان حاج مشمش متوفى الله يرحمه، الله يرحمه. كان قال لي ان هو ابتدى يشتغل في كوبي الحاجات القديمه اللي عنده. تمام. يعني كان ابتدوا يعملوا على مثلا عنده سفره فرنساوي حلوه يعمل عليها سفر حديثه يقلدها او عنده اردكو يعمل زيه جديد. تمام. هل ناس تانيين شغالين كده في السوق؟ يعني كان من فتره برضه دلوقتي. طب ليه ما تميزناش بقى في ده؟ يعني ما دام كان عندنا كل الاستنباط، يعني انا احيانا اول ما ابتديت شغلي كنت باجي سوق الصعايده اشتري كراسي خمسيناتي واربعيناتي مصري، فما كانتش تبقى غاليه. ايوه. واوديها دمياط نعمل عليها. تمام. مكاتب جرار وحاجات. أيوة. كده. أيوة. كان ممكن اسكندريه تتميز بده ويبقى عندنا سوق حديث للموبيليا الكلاسيكيه. ما عملناش كده. بصي هو ده كان موجود لغايه فتره وبعد كده ما حدش استمر، اللي بدا ما استمرش فيها. لان برضو الزبون اللي فاهم مش هيرضى ياخد الكوبي. ما برضيش ياخدها. لا ما هو القديم هيخلص في. ما هو خلص يا فندم، ما فيش قديم خلاص. القديم بقى نوادر، بقت حاجات صغيره جدا. ليه ما اخدش يعني سفره اردكو بس حديثه؟ على الاقل عين الكتكوت بتاعها يبقى نظيف وكل حاجه تبقى فله. بتتعمل. بس بتتعمل بقى عمول. ايوه انا يعني عملت سفرتي في دمياط. يعني بتجيبي لي حاجه برضه في دمياط؟ ماشي طبعا. مش فايده يعني. انا جمال دمياط اعمل ايه؟ ماله ماله. لا وعارفه بنعمل لزبايننا بس ما بنعملش كده. للزباين بتاعتنا بس اللي بنشتغلها بس ما بنعملش اكتر من كده يعني. عم حسين ينفع نتفرج على المحل من جوه؟ يا فندم ده انت تنوري. الله يخليك يا عم حسين.